بانل سايد بار، بس انا في نقطه بس يعني اكتشفتها دلوقتي، ان السايد بار اصلا ده عباره عن ليست ايتم، يعني كل اللي موجود فيه هي الثلاثه ايتمز دولت اللي فيهم واحده من ديت. فاحنا في عندنا مشكله دلوقتي ان في السايد بار اصلا في تاجل للاوبن بتاع الايتمز، فاحنا هنعمل ايه؟ هنخلي الفايل ده نعمل له تاني رينيم تاني يبقى اسمه ليست، يعني كان نعمل له ابديت هيبقى في السايد بار عادي. ليست ايتم، تمام. طيب ده في السايد بار. الحاجه الثانيه عفوا هاخد الكود بقى بتاع الدرور والسايد بار ده كده هخليه كده، وهاخد الدرور فقط وهو ده اللي انا هحطه ايه في الفايل بتاع السايد بار اللي انا هعمله دلوقتي. فاجي اعمل كده سيف الاول سايد بار دوت جي اس، اقول اكسبورت ديفولت فانكشن سايد بار بروبس، طبعا عشان اخد بروبس ريتيرن، اعمل ريتيرن للكلام ده. طبعا احنا في عندنا شويه حاجات ناقصه كتير هنا، تعال الاول بس نعرف الحاجات. احنا الاول في حاجات عايزين ناخدها من اللي اوت، زي الكلاسز، زي الحاله بتاعت السايد بار هيبقى مفتوح ولا لا، في حاله لما تقفل في الفانكشن دي موجوده في اللي اوت. طب احنا ليه نخلي الكلام ده في اللي اوت؟ لان اللي اوت هي حلقه الوصل ما بين الهيدر والسايد بار، لان السايد بار طبعا احنا عشان نقلل الفايلات فالدنيا ضربت، السايد بار بيتقفل او بيتفتح معنا صح عن طريق الهيدر. طيب وبيتقفل ازاي؟ عن طريق الكلوز الموجوده هنا. فانا دلوقتي المفروض اخد الميثود دي من البروبس، فاجي اقول له ايه let classes سايد بار او الهاندل دروت كلوز سايد بار، وفي عندنا حاجه تاني واوبن. الحاجات دي كلها تتاخد من البروبس، الحاجات دي كلها انا هبعتها للدرور في اللي اوت. فانا هاجي هنا، هاجي هنا في الحاله دي اقول له اوبن يساوي اوبن، وعايز مني ايه تاني اعمل حاج هاندل درور كلوز مثلا اقول له اون كلوز، خليها بالاسم ده يساوي الكلام ده، دي خليها الاون كلوز اهي اوبن، والكلاسز وابعت له كلاسز كلاسز، تمام. سيف سيف. هنشوف طبعا دلوقتي هيبقى ناقص لنا بقى الايه شويه ال احنا هناك عايزين الثيم، مش هنحتاجه هنا، هنحتاجه هنا. تيجي ناخد بقى الحاجات اللي محتاجه تعملها امبورت، الحاجات دي كلها حطها هنا كده واخدها كده كات مره واحده سايد بار، حطها لي كده فوق. طبعا هنحتاج رياكت كوبي بيست، هنحتاج اللاين ده عشان نشتريم نمسح دي. انا برضو هرجع تاني اقول لكم يا جماعه انا ما اشتغلش قبل كده على ماتيريال في رياكت، لان انا اصلا ما بشتغلش رياكت، فبشكل ما لسه مش فولي اوير بالاستراكشر بتاعتهم، بس هي الدنيا لحد ما لطيفه، مش كومبليكيتد قوي. طيب تعال نشوف الدنيا مبهوقة ليه. سايد بار الاب بار احنا المفروض ان احنا ما عندناش اصلا اب بار، اب بار سيف ريفريش اوكي. تعال نشوف ايه بقى اللي ضرب عندنا سي اس اس بيزلا الهيدر في الاب بار. فالهيدر بالنسبه لي بص كده عليه تمام. دلوقتي احنا عندنا بقى مشكله فين؟ ده الهيدر، ده السايد بار، ودي المين بتاعتي في الاوبن والكلاسز والان كلوز. طيب جميل قوي، تعال نشوف بقى ليه الدنيا ضربة. الناف ده في الدرور اوبن اوكي، هنا السايد بار مش عايزين الميك ستايلز سيف، عايز الجوس ثيم دايركشن درور. احنا كده ناقص لنا الايتمز، بس هو سؤالي هنا الايتمز جايه منين؟ السايد بار اهو، ورينا ايه الموجود. ولا شغال منين؟ سيف بيرسونال درور، اعتقد ان هو انا في حته في مكان ما، وريني كده اسم الفانكشن دي بعد اذنكم. هبقى دي في الكونتنت اللي اوت هنا
دي اللي في اللي اوت. تعالى كده نبص على الفانكشن ديت، بتاخد البروبس، ودي اللي تشيلدرن، المين، سايد بار. طيب لو شلنا السايد بار فريش، اوكي. طيب احنا المشكلة عندنا في ان احنا عاملين السايد بار من مسار غلط كده، الدنيا ضربة عندنا. ويلكم، السايد بار مفتوح مفيش فيه كونتنت عادي، ده كده مظبوط جدا. طيب انا اجي هنا اقول له امبورت ليست ايتمز، اتاكد بس انها مش متكررة. تمام، فروم ليست ايتم، هياخد دي كده كوبي، يحطها بعد الايه، بعد الدرور، سيف. ده كلام جميل جدا. طيب فانا دلوقتي خلاص هتخلي السايد بار يهندل الاوفر اول فانكشناليتي بتاعته. الليست ايتم بقى اللي دي اللي هنبتدي نظبطها، ودي اللي هتبقى يعني دي المفروض اكيد احنا بصينا عليها كده. انا في عندي هنا ليست ايتم، في عندي ليست ايتم، عندي الليست ايتم اللي احنا بقى هنبتدي نظبطه ايه بقى، الاوبشنز دي، بحيث ان انا دلوقتي لو في عندي ليست ايتم عاديه او لو في عندي ليست ايتم بكولابس، فانا عندي دي وعندي ديت، فهنبتدي نظبطها على اساس الموجود عندنا. بس في نقطه الاول عايز اظبطها او اجربها، لو انا جيت حطيت ليست ايتم تاني درافتس مثلا بعد الكولابس، شوف كده الشكل بقى عامل ازاي. تمام، هفتح دي كده مظبوطة. طيب لو جينا خدنا كده كوبي 3 4 مرات، شوف اللي هيحصل هنا. اوكي، ده كلام جميل جدا، بس احنا في عندنا مشكلة. ايه المشكلة اللي عندنا؟ ان السهم شغال على كله، فدي المشكلة اللي عندنا. فاحنا هنظبط الموضوع ده ازاي؟ هنخلي ديت تبقى شغالة على ايه، كومبوننت واحدة، يعني بدل ما يبقى الموضوع كله، انا عندي كله شغال ايه في حالة الاوبن. طب لا، انا اخلي ديت تبقى عبارة عن ليست ايتم واحدة، بدل ما تبقى مجموعة من ليست ايتمز تبقى عبارة عن مجموعة ليست ايتم واحدة. ده اللي ان شاء الله هنشرحه في الفيديو الجاي، ان احنا نحول دايناميك ليست ديت لتبقى وان سنجل ليست ايتم.